والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن الظن قيمة، والقيم يا جماعة نحن بنمضي بيها نحو الأجمل دائما وأبدا. القيم بتطورنا، والقيم بتخلينا إنه نحن في مقدمة الأمم وفي مقدمة الركب دائما وأبدا. حسن الظن ضد مباشرة سوء الظن. قالوا حسن الظن يعني منه حسن العمل وحسن العبادة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال حسن الظن بالله هو حسن العبادة. يعني ما في شخص يقول والله أنا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتجد إنه يعمل أو يعمد إلى غير مرضات الله سبحانه وتعالى، تجد يرتكب الفواحش بإهمال، تجد يكذب، تجد يفعل من المنكرات ما الله بها عليم. يقول لك والله أنا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا، إنما الذي يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى قال هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل، يتقرب إليه بالطاعات، ويتقرب إليه بصالح الأعمال، بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبقيام الليل، يتقرب إلى الله، ثم من بعد ذلك يقول أنا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما سوء الظن يا جماعة، هذه من أكبر المعضلات اللي منيت بها بعض الجماعات أو بعض الفئات في الآونة الأخيرة، أو بعض الأشخاص، نحن نقول خلينا نسميها بعض الأشخاص، إنه منوا بسوء الظن. وسوء الظن إنه أن ترى شيئا على شخص معين فيتلاعب بذهنك الشيطان ليصول لك هذا الأمر بغير ما فيه من حقائق. يعني شفت شخص والله العظيم عليه أثر النعمة، خلاص يتراءى لك والله إنه فلان هذا سارق، أن فلان هذا يعني غير نزيه، يتراءى لك والله على هذا الأساس. فسبحان الله، يعني ينمي الشيطان في داخلك، أنت ينمي هذه الغريزة فتمضي أنت إلى سيء الظن بهذا الإنسان. وسوء الظن دائما وأبدا يفضي إلى الفرقة، يفضي إلى الشتات، يفضي إلى أن يكون الشيطان مهيمن على ملكات الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث القدسي الذي قال فيه الحق سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. يعني انت ظن بربنا خير يعطيك الله سبحانه وتعالى الخير. وكذلك عن سيدنا عبد الله بن مسعود انه قال والذي لا اله غيره ما اعطي او ما اعطى الله عبدا مؤمنا كما اعطاه حسن الظن به. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو اداك حسن الظن به معناها ربنا اداك من الخير ما الله به عليم. إذن يا جماعة نحن خلونا كلنا كده مع بعض نحسن الظن فيما بيننا، ويتبدى لنا هذا الخلق وهذه القيمة في حياتنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحسن الظن بأصحابه، يأتيه الآت فيقول يا رسول الله إني زنيت، فيقول له لعلك قبلت، يقول يا رسول الله زنيت، يقول له لعلك فاخذت، يقول له يا رسول الله زنيت، حتى يقسم له أنه قد زنى. تأتيه المرأة تقول له يا رسول الله إني زنيت، فيولي عنها عليه الصلاة والسلام محسنا الظن بها صلوات الله وتسليماته عليه. زنيت يا رسول الله، فيتنحى عنها، فتقول له يا رسول الله زنيت وإني الآن حبلى من الزنا، فطهرني يا رسول الله، فيقول لها ارجعي حتى تضعيه، فتأتيه فتضعه، ارجعي حتى طفتميه. يعني على هذا الأساس،
هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحسن الظن بالناس دائما وأبدا. فاجعلونا يا أحباب رسول الله ويا أحباب دين الله سبحانه وتعالى، اجعلوا من الفعل الحسن ومن حسن الظن اجعلوه قيمة أساسية نتعاطاها في الحياة. أحسنوا الظن بنسائكم، أحسنوا الظن بأبنائكم، أحسنوا الظن بأنفسكم، أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. يكن الله عز وجل لكم في كل خطاكم، ونحن في شهر وشهر حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيجعل لنا الفردوس الأعلى بإذنه وحوله وقوته، وسيحقق لنا التقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. Oh.